هذا يقول كيف يكون إبطال دين المشركين؟ يكون إبطال دين المشركين بعيب دينهم والقدح فيه وأنه دين باطل، هذا يكون به إبطال دين المشركين، والسعي في ذلك بما يستطيعه الإنسان. وقد روى أبو داود من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. فالإنسان يجاهدهم في إبطال دينهم بما يستطيعه.